أنا في الواقع مسرور جدا للمنظمين من الفوروم وللبلاد التي احتضنت هذا التنظيم. فالمحتضن كان في المستوى ويسر كل السبل من أجل السير السليم والعادي لهذا الفوروم، كذلك الساهرين على تنظيم الفوروم باتصالاتهم وبهذا الكم الضخم الذي استطاعوا أن يدبروه، فهم يستحقون كل شكر. بالنسبة للسلبيات، هناك مشاكل أكيد، بما أنها أول مرة يتنظم في دولة عربية هناك مشاكل، من بينها يعني مشاكل في الغالب اللي هي مشاكل مرتبطة بالمسائل اللوجستيكية، يعني ولا حتى بالإرشادات وبالتصوير، كيف نقول السينياليتي، كاين في صعوبة الولوج إلى الورشات، ولا حتى نقص او غياب تام، يمكن نقول غياب تام في بعض الحالات للتشوير بالنسبه للورشات. فتلاقي الناس، يمكن انسان يقضي يوم كامل في المنتدى يتجول في الفضاء بدون ما يلاقي ورشه اللي كان يبحث عليها بالضبط. هذه من بين المشاكل الاخرى اللي مرتبطه حتى بالتواصل اللي سبق المنتدى في تونس. تعرفوا أنه لولا ثورة الكرامة اللي وقعت في تونس ما كانش ممكن باش نقدروا نحتضنوا المنتدى هذا، وإحنا فاعلين فيه منذ السنوات، منذ تأسس في 2001. تبقى كانت في الفترة السابقة كنا ممنوعين، تأسسنا المنتدى الاجتماعي التونسي وكنا ممنوعين، كان في الفضاء الحر معنا المطلق، لكن رغم ذلك حاولنا نقرب وجهات النظر ونفعل المجتمع المدني من أجل النضال ضد العولمة المتوحشة، هي لفرضت منطق الاستغلال ومنطق استعباد الشعوب من الأساس. كما هي تنظيم أي منتدى يعني يتميز بفما صعوبات وفما تسهيلات، معناها وقعت نسبيا، ممكن في حقيقة الأمر فما كثير من الصعوبات اللي حاولنا بقدر الإمكان تدليلها وتجاوز كل المشاكل اللي اعترضتنا من أجل إنجاح هذا المنتدى. لو كما تلاحظ الانطباع العام رغم البعض المشاكل وقعت مثلا في التنظيم وغير ذلك، الانطباع العام كان منتدى ناجح وتجاوزنا بكثير المنتدى اللي وقع في داكار في سنة 2011.